تعرضنا جميعا بشكل أو بآخر إلى نوع من التنمر أو الانتقاد على الشكل أو اللون أو الوزن أو حتى المهنة، وكثرة التعليق على هذه الأمور قد تسبب لنا أذى ملحوظا والتي يمكن أن تنهي بشكل كارثي حياة الكثيرين منا ممن لم يتقبلوا فكرة عدم المثالية، فيبدأ البحث الجاد عن أسرع الطرق لإنزال الوزن والتجميل كالعمليات التجميلية للوجه والجسد. عقد نفسية تدفع أشخاصاً غير راضين وغير قادرين على تقبل ذاتهم بالتوجه نحو العمليات الجراحية، منهم من يحقق ما يريده ويتوقف، ومنهم من يحول الأمر إلى هواية وهوس، فلا شيء كاف لجعلهم ينظرون إلى أنفسهم بشكل أفضل، ولا شيء يمكن أن يزيل الصورة القبيحة المرسومة في أذهانهم. دائماً عندما ننظر للمرآة نحاول إيجاد العيوب الموجودة فينا، فنرى الأنف أكبر من حقيقته، والبشرة بأسوأ إطلالة لها، والأسنان غير متناسقة، مع أن من يراك قد يغبطك على جماليات فيك أنت نفسك لا تراها. أن تطور فكرك وترتقي بنفسك وبكلامك أهم من تجميل شفاهك أو شد خدودك. أن تهتم بصحتك النفسية والجسدية أهم من الركض وراء الجسد المثالي، والذي هو بالمناسبة لا معيار له، فأنت وحدك من تقدر أن تجعل الآخرين يقبلونك أو يرفضونك. كل هذا ممكن من أسلوبك وثقتك بنفسك. في وقت ما يجب عليك أن تتقبل شكلك وإمكانياتك، والواجب عليك هو الاعتناء بنفسك، وهما سيزيدك ثقة وحبا لذاتك. لكن أن تنجر وراء الكمال فهذا نفق بلا نهاية. وتذكر دائما أننا بشر، والمثالية ليست من صفاتنا، ويستحيل الوصول إليها يوما ما.